الأرجوز وسنفور اتبسط؟ طيب قول انا اتبسطت في الحفلة. انا اتبسطت في الحفلة، انا شفت حاجات حلوة قوي في الحفلة وانا بحبكوا قوي وشفت حاجات حلوة كتير في الحفلة برضه. المرة اللي فاتت انا جيت برش. انا بقى النهاردة يا ولاد هحكي لكم اصلا، لا اللي هتحكي ولا انا هحكي، اللي هتحكي فتفوتك. خلاص خلاص اوكي، في رأيكم نجري بالزمن شوية ونحكي واحد. فرقة المسرح القومي للأطفال تطوف وتجول بين مستشفيات الأطفال تقدم عروضا مسرحية لأطفال لم يستطيعوا الحضور إلى خشبة المسرح، فيأتونها هم بعروض مسرحية لتطفي البهجة والسرور على قلوب الأطفال المريضة. ده عرض فتفوتة، قصة الدكتورة سامية حبيب وإعداد وإخراج الزميلة ريهام عبد الحميد في المسرح القومي للأطفال، وده من إنتاج المسرح القومي للأطفال اللي هو مديره الأستاذ حسن يوسف. دي تاني سنة أو تالت سنة نبقى في معهد الأورام وفي مستشفى أبو الريش، بنيجي نعمل عروضنا هنا للأطفال المرضى لأنه ما بيقدروش يتنقلوا لنا في المسرح، فإحنا بنجيلهم لحد هنا. وده مش أول عمل، ده حوالي رابع عمل أو خامس عمل، بس ده العمل اللي هو مشارك على هامش المهرجان السنة دي. الفكرة في أنه المسرح ده يوصل لكل الأطفال، سواء اللي قادرين يجوا أو اللي مش قادرين يجوا، أن احنا عايزين نساهم في إطفاء السعادة على الأطفال اللي ما بيقدروش يتحركوا من مستشفى الأورام أو 57 أو أبو الريش، في أنه احنا اللي نجيلهم، احنا اللي نحسسهم قد إيه كمان فكرة المسرح، أنه الحالة المبهجة دي لازم هم يبقوا فيها طول الوقت. زاد ان احنا كمان بناخد منهم طاقه وبنستمد منهم طاقه للامل. فالقومي للاطفال دائما من سنين طويله جدا، من اول ما انا اشتغلت فيه وانا طفل صغير، بيروح للاماكن المختلفه. كنت بلعب في العرض هنا دورين، دور الدكتور مجدي يعقوب ودور تاني في حكايه كده تراثيه يعني. ونتمنى الاطفال مصر كل السعاده، وان ربنا يشفيهم المرضى منهم طبعا، وان هم يتقدموا وينجحوا ويخلوا بلدنا في احسن حال، لان هم امل مصر الحقيقه في اي مكان. مستر موريس، لقد قمت بعمل العديد من الدراسات والابحاث وسابريها بطريقه حديثه، ونسبه نجاحها مشجعه، والراي لك في النهايه. موافق على اجراء العمليه. الحفله كانت جميله، والمسرحيه بصراحه كانت بتقدم يعني افكار حلوه للاطفال، وهم اتبسطوا كمان، هم كمان بيحبوا جدا الحفلات دي، بتخفف عنهم وبيفرحوا قوي اول ما حد بيقول لهم ان في حفله او حاجه ويطلعوا مبسوطين جدا يعني. الحفله كانت جميله قوي النهارده، ونتمنى كل يوم حفله العيال بتفرح بيها وبتشيل عنهم شويه. فكت عننا شويه اللي احنا فيه. الحمد لله ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. بتتعالج من عندها كيس على القنوات المراريه، فعرفنا بالصدفه ان في حفله في المستشفى يعني، فحضرنا يعني وطلعنا وشوفنا ولنا يعني حفلة كويسة خالص، عشان خاطر يعني بتخفف عن الأطفال يعني الآلام بتاعتهم وكده.